الساحة الفنية الكويتية منذ بدايتها في الستينات من القرن الماضي شجعت الفتاة الكويتية نحو شق طريقها للوصول إلى قمم المراكز العلمية والثقافية، فكانت البعثات الأولية تضم مجموعة منهن، وضيفتنا اليوم الفنانة سهيلة النجدي من تلك الطاقات النسائية الشابة التي بعثت في منتصف السبعينيات للدراسة في كلية الفنون الجميلة في القاهرة قسم الجرافيك، وتخرجت في عام 1981. فأهلا وسهلا بالسيدة والأستاذة سهيلة النجدي فنانة تشكيلية. أهلا وسهلا وشكرا للاستضافة. حياك الله. في البداية أستاذة سهيلة نرجع معك مع بداية تأسيس لو نتكلم الفنون التشكيلية في الكويت. يعني الفنون التشكيلية معروفة أنها ابتدت بالأواخر منتصف الستينات كتأسيس جمعية، بس أكيد هي قبلها أكيد كان في يعني في حركة تشكيلية بسيطة على بساطة المجتمع والظروف اللي بذيك الفترة يعني، وبعدين ما استمرت الى الان الجمعيه موجوده، وفي طبعا صار كذا كذا جماعه يعني موجودين على الساحه. بالاول كانت جمعيه متخصصه واسسها مجموعه افراد من الرواد، الحين قاعدين نشوف مجاميع قاعده تطلع وكل مجموعه ماخذه اتجاه وماخذه اسم، فهي حركه زينه صارت بالكويت. ودراستك استاذه سهيلة لو تكلمينا عنها لما رحتي مصر وتعدتي هناك ودرستي؟ والله شوفي يعني وانا صغيره كان دراسه الفنون همي، لاني كنت عايشه ببيئه فنيه يعني. كنت اشوف، كان عندي خالاتي قبل دارسين بالجامعه في الكليه، فكنت اشوف الوان واوراق والواح مشدوده، فكان هذا الجو يعني مسيطر علينا. فصار يعني كنت من اساس انه انا حاطه في بالي انه راح اتوجه الى دراسه الفنون التشكيليه. بس طبعا احنا بذاك الوقت بذاك العمر وبذيك الفتره الكويت يعني كنا اهتمام او مفهومنا للفن بسيط جدا يعني. بس بعد ما رحت درست بالجامعه واحتكيت مع الدكاتره اللي موجودين في الكليه، الطلبه باختلاف اختصاصاتنا بالكليه، هذا وضع اعطاني اضافه يعني. فهذه هي المرحله اللي بديت شويه احس اني انا بديت اكون نفسي فيها. نعم، لو نتكلم عن هذه الفتره وشلون كانت يعني الفنون التشكيليه وحتى الفنانين التشكيليين في ذاك الزمن، هل يفرقون الحين من خلال خبرتك يعني من الفنانين التشكيليين اللي موجودين؟ اكيد اكيد، يعني هو طبعا تطور العالم اكيد راح ياثر علينا حتى احنا يعني. كل فرد كان في بدايته شيء ومع التطور راح يوصل الى شيء اخر يعني، بس ما ينفصل عن بداياته. قاعده اشوف انه لا، في حركه تشكيليه قاعده تصير وتطور قاعد يصير بالفتره الاخيره يعني، خاصه بالامكن 4 سنين 5 سنين الاخيره هذه عندنا قاعد يصير في طفره بالفنون ما بين طبعا العلاقه ما بين الرواد والشباب. يعني هاي مهمه يعني، التطور اللي قاعد يصير هو الامتداد حق الرواد. اكيد يعني التطور بالنسبه للفنون التشكيليه في دوله الكويت، يعني هل فعلا انتقل من خانه او مرحله معينه الى صار ممكن ان تفتخرين في الفن التشكيلي الحين في دوله الكويت مع هذا التطور؟ والله شوفي من ناحيه نفتخر حتى بالاول يعني بذاك الوقت ببساطه المجتمع وبساطه التطور العلمي وحتى الانفتاح على العالم، وكان عندنا فنانين لهم اعمال وما زالت موجوده لها قيمتها الفنيه، طبعا نفتخر فيها. طبعا الحركه التشكيليه الجديده اللي قاعده تصير تخلينا نحس بنوع من السعاده، لان بدا العقل يكون متفتح اكثر، بدا يخرج عن بيئته المحيطه، بدا يناقش يعني مشاكل وقضايا عالميه اكثر ما هي اقليميه. بحكم طبعا العولمه والتكنولوجيا اللي قاعده تصير اثر وايد على الانفتاح الفكري للفنان، فهذا المطلوب الحين. وانا قاعده اشوفها والله بالحركات الشبابيه وايد يعني الحركه واضحه. يعني هل في اختلاف ممكن نقول هناك اختلاف او تمايز بين الرجل والمراه، خصوصا اذا قاعد نتكلم عن فنانين تشكيليين من ناحيه هذه الفكره؟ ارفضها رفض تام، لان اول المراه لما كانت في البيت ممكن نقول الرجل والمراه، لان المراه بحدود يعني المحيطها الصغير اللي موجود ممكن يكون تفكيرها محدود في بيتها واولادها وش تسوي، ما يعني لما تكلمينها بمنطق ثاني ما تكون لها فكره فيه. لكن الحين بعد التعليم وبعد التطور وبعد الانفتاح ما عاد فينا ان احنا نقول نساء رجال، احنا نقول قاعدين نقول عقل. هذا العقل شنو يحمل، شنو ينتج، شنو يعطي هذا الشخص
شنو انت جيته في هذا المكان، هني نحكم عليها، ما احكم انه هو رجل مرأة، لان في فنانين رجال ما يعطون اعمال قيمه، وفي اعمال نساء ما تعطي اعمال قيمه، فما عند ما نحكم انه احنا، وفي اعمال نساء وصلت القمه وتعطي هدف وميزت فنانينها، وفي كذلك اعمال اصحابها رجال وفكرهم واضح ولا ميزه في فاحنا ما نحكي عن يعني ما نقدر نقول انه مثلا ممكن اذا كان مثلا الفنان التشكيلي رجل او كانت فنانه تشكيليه مراه، ممكن انهم يكونون فيهم لهم اختلاف، يعني يبين في حتى في الرسم او الفن نفسه هو ممكن في بعضهم في التكنيك إيه؟ بس احنا لما نقول يعني الفكره، يعني هو اهم شيء الحين صار العمل فكر مو تكنيك، يعني ممكن احنا نحس انه هذا العمل صاحبه رجل او صاحبته تقدرين يعني من خلال التكنيك في بعض، بس هل حتى بهالاشياء بدت يعني في تكنيكات خشنه من ارق النساء من ارق الفنانات، لان الفكره تحتاج اني انا اسوي تكنيك قوي او غير ناعم انه عشان ابين الفكره، هذه قوه الفكره، فما عاد في انه نساء ورجال بحكم ان اكيد طبعا بالعالم الحين يعني عموما يعني صحيح. احنا الحين صار كذي، لكن دائما لانه يمكن المراه ينحط عليها هذه التوقعات اللي دائما ما زلنا هذا المجتمع مو راضي نطلع من هالنقطه يعني احنا نقول حريه بس نرد على النقطه المرأة إيه؟ يمكن بس احنا بما ان احنا ارتضينا هذا التطور وارتضينا ان احنا نكون في هذا المستوى من الانفتاح لازم نرتضي ان احنا نقول هناك عقل ينتج ويعطي ويفكر كان رجل او امراه، ما ننظر الى الجنس، ما جنس هذا العقل ننظر الى النتيجه النتيجه نفسها. حكم ان انت يا استاذه سهيله من تعتبرين من الرائدات في الفن التشكيلي في دوله الكويت، هل الاقبال من قبل شابات الكويت ان هي تكون فنانه تشكيليه، رايج فيهم ونظرتك في البنت الكويتيه في هذا الفن وانخراطها فيه الحين؟ والله قاعده اشوف الحين في اعمال مميزه شدت انتباهك؟ في اعمال مميزه وفي نشاط مميز، بس يحتاج ان الواحد يكون لا يتسرع. من اي ناحيه ما يتسرع؟ لازم يكون في الواحد يكون عنده تجارب، يعني يحرص على انه يدخل في تجارب يعني متعدده. تقصدين ان بكثره ان يعني يشاركون الفنانين التشكيل او فنان في المعارض اكثر؟ مو يعني هي مو مشاركه كثر ما هو الواحد يجرب، يعني يجرب مواد، يجرب تكنيك، يجرب حتى الى جانب قراءات، يعني احنا يعني ينقصنا في بعض عموما ان احنا ما نطلع على القراءات على طول وعلى الفلسفات الحديثه والنظره الكتابات بزياده، يعني نكون بسيطين فهذه لو الواحد يكون عنده محصول عموما، يعني احنا نقول بس الفنان الناس كلها يعني بشكل عام عشان انت تطلع منتج لا قيمه لازم يكون انت لك علاقات في كل المجالات اللي حواليك، عندك قراءات بالادب، عندك اطلاع بالموسيقى، عندك بالفن، عندك بالعلوم، يعني هذه كلها تعطينا بالنهايه خبره فكريه، تعطينا منتج يكون يا تصوري يا ادائي. فاحنا يعني لازم ان نكون حتى اللي منخرطين حاليا في المجال انه لازم يعني يصقلون نفسهم مو بس بالادوات الفنيه، حتى بالقدرات الفكريه ممكن بالقراءات وبالاطلاعات، هذه وايد تعطيهم افكار ممكن يعطون فيها انتاج غزير. يعني ممكن هذا ياثر، دائما يكون يعني تتخذ فكره عن الفنان بشتى مجالاته، سواء كان يعني فنان تشكيلي بالفن التشكيلي او بالفنون الاخرى، انه هو مبدع بالفطره، فهو ما هو محتاج يطلع او انه ينمي مهاراته او يشوف شنو جديد. هل هذا ممكن انه يعارض؟ لا ما عاد الحين يعني بالفطره. يعني هو عندنا بالفطره، ولكن الفطره لازم تتطور. يعني تطلع الفطره راح تظلي مثل ما انت لحد ما ينتهي المشوار. لكن ما دام في فطره حلوه مع التطور راح تعطي انتاج وايد احلى، يعني الله اعطانا هالفطره عشان احنا نتعب ونطلع بشيء يعني اقيم. فهو الواحد لازم يكون في تطور، لازم يكون في يعني زياده علم. انت كل ما زدتي نفسك بالعلم في هذا المجال
كل ما زدتي اكثر تثقفتي طبعا زيادة. دخلتي على المجالات الاخرى راح تزيدك ثقافة يعني قيمة أكثر. يعني ممكن إنه يكون إذا كان فنان تشكيلي يعني يكون مهتم في فنون أخرى بحيث إنه يتساعد إنه تقوي جوانب الفنية أكثر. لأن إحنا لو نشوف تطور الفنون عموماً في كل مرحلة، إذا تطور مجال الموسيقى راح نشوف تطور الفن التشكيلي الأدبي العلمي ها كلهم يتطورون مع بعض لأنهم لهم علاقة مع بعض. لكن إذا واحد صار في عنده دروب ونزل راح تلاقي كلهم في مرحلة من المراحل في الوطن العربي بعد الهزيمة 67 كل الفنون مستواها هبط لأن المستوى هبط في الفكر في فتلاقي موسيقى مو المستوى فن تشكيلي فن سينمائي ادبي بعدين تلاقي ردينا. فهو عموما هاي الاشياء كلها مرتبطه مع بعض. يعني عشان كذي الواحد يقول لازم اذا صار هو يعني حتى اي انسان عادي اذا راح معرض اطلع على اعمال تشكيليه قام يسمع موسيقى يقرا بكل مجالات القراءة. يعني ما يقول عاد انه يعني لازم انا طول وقتي ذا كتابي بايدي يعني ما نعقد الاوادم ولكن اني اقرا قدر ما اقدر على اساس انا اكون يعني بالطلع على الطلاع وعندي شوية ثقافة يعني في اي موضوع اقدر اتكلم فيه يصير عندي علم فيه ما اكون يعني كل من يجرني بمكان صحيح هذا راح يحس راح يعني راح يكون هذا الانسان ما حد راح يقدر يسيطر عليه لانه هو عنده فكرة المميز في كل مجال وعنده مستوى. هذا تخيل لما يكون عنده مثلا موهبة مثلا موسيقية فنية أدبية لما يكون هو شامل بهالمجالات أكيد راح يعطينا حتى فنه يمكن يكون متوسع سهيلة صحيح أنه يكون يقدر يبدع في أكثر من مجال وتكون حتى لوحاته يمكن فيها أكثر من رسالة ومضمون أكيد لأن هذا كلها قاعد تعطي صور. يعني أنا لما أقرأ رواية راح تعطيني صور أو موضوع معين أقدر أشتغل عليه لما أسمع موسيقى نغمات الموسيقى ممكن تعطيني إلهام حتى في ضربات الفرشة وفي توزيع اللون في بعض الأحيان تقولين في لوحة تعطيني حس موسيقي لأن فيها رتم في توزيع اللون مثل رتم الموسيقى فهي كلنا هو الواحد يعني حاط نفسه في هذا الجو عشان كذي الواحد لما يقعد يلاقي ان اللوحه ممكن يتعاطف معاها ويتفاعل معاها اكثر من تكون واحد انسان قاعد يرسمها وهو بسيط صحيح. الخبره بالنسبه للمعارض نتكلم استاذ سهيل عن المعارض اللي تقام في دوله الكويت فيما تخص الفنون التشكيليه هل ترتقي لطموح الفنانين شنو يميزها وشنو ممكن يكون عيوبها؟ والله انا قاعده اشوف في معارض مستواها جيد تطلع بس محتاجين اكثر لان الحين عاده يعني صارت يعني الاعمال محتاجه مساحات في بعض الاعمال محتاجه مساحات في اضاءه اذا تقصدين انه كصالات عرض ككم اي من مثلا واذا تقصدين كمعارض اعمال تشكيليه قاعده اشوف في بعض المعارض مستواها يبهر بإنتاجها وفي معارض ما زالت شوية نقول لهم شدوا حالكم شوي ولا تستعجلون علشان يطلع الشغل يعني مستوى أحلى. نعم أكيد قمت بالكثير من المعارض سادة سهيلة فلو تكلمينا بس عن بعض معارضك أو اللي قريب على قلبك وكان مميز يعني طبعا القريب اللي هو البداية بأول معرض هذا اللي حطني في خارطة في الطريق يعني هذا اللي بعرفني وهذا في فنانة موجودة اسمها سهيلة النيدي عندها طريقة اسلوب معين عندها طريقة معينة بالتكنيك باللون بالفكر يعني هذا وايد اعتز فيه ان انا حطني على النقطة. طبعا كل معرض له ميزته ان انت توصل يعني تحسين شنو وصلتي له. بس الواحد ما يقدر يقول انا اكتفيت لان لازم الواحد يطل انه هو على طول يعطي ويحس انه يطور حاله. يعني تحسين الحين نفسك استاذه سهيله انه يمكن البعض ياخذ فكره ان الفنان التشكيلي يمكن يوصل لمرحله معينه وينفذ منه الابداع، هل لا تزال هذه الشراره موجوده داخل استاذه سهيله في حبك للرسم والفن التشكيلي؟ وزادت زاد؟ زاد كل ما تعمقتي اكثر كل ما ارتبطتي اكثر. يعني تحسين انه خلاص هذا حياتك اسلوب حياتك نعم. جزء من هذا المجال يعني خلاص ما تقدرين تطلعين منه. كل ما اعطيتي زياده كل ما حسيتي
صار لك جذور فيه ومسكتك اكثر يعني. هذا طبعا يعطيك مسؤوليه اكثر انه يكون لك هدف في كل انتاج تسوينه او في كل عمل تسوينه يعني. لان خلاص انت الحين مو هاويه او مثلا بدايه طريقك، لا يعني عليك مسؤوليه. لو نتكلم عن لوحاتك غالبا يعني تاخذ الوقت الزمني الطويل معك، في بعض اللوحات اللي تطول إذا هو في بعضهم، بس مو انه يعني مو على اساس كتكنيك او لان ساعات الفكر نفسه او الفكره تكون وايد قويه عندي، فممكن اخذ فيها وقت علشان اقدر اترجمها على العمل. يمكن المشاهدين قاعد يشوفون بعض اعمالك استاذه سهيل الحين على الشاشه. ها اعمال معرضي ان شاء الله بكره ان شاء الله راح يكون عندي معرض في صاله بوشهري، فهاي اعمالي الاخيره ان شاء الله. وش كثر المعرض راح يكون؟ كم يوم؟ تقريبا اسبوع 8/5. هل في مجال انك تبلشين لوحه استاذه سهيلة وبعدين في نص اللوحه تغيرين رايك بالموضوع؟ وايد اسويها يعني. انا يعني احب اسويها بعد يعني، اشتغل اللوحه وتخلص بس احس انه بعدي للحين ما رضيت عليها، فقعد اقلبها يمين شمال فوق تحت فالقط جزء منها ممكن يخليني ابتدي بعمل اخر واغطي هاي وتبتدي هي هذا الموضوع، بس ما يكون بعيد عن الفكره الاساسيه. بس ساعات يكون ان البدايه مثل لما الواحد يبتدي بعمل يكون بعد ما اخذه ما دخل في جو اللوحه فيبتدي او ما هضمها مثل ما احنا نقول باللغه الفنيه مالتنا، بعد فتره خلاص ممكن انا اشتغل فيه بطريقه اخرى ثانيه وتطلع عمل. انا ساعات وايد يدخلون علي بالمرسم قاعد اشتغل بعمل الله وايد حلو الشغله، عقب يومين وينه؟ هو نفسه بس تغير طلع. طبعا انا بالنسبه لي ان انا احس انه طلع احلى من اللي انا اشتغلته بالاول. هل تحرصين ان الحين في بما ان معرضك ان شاء الله ببلش من بكره ان شاء الله، اللوحات هل قاعد تكون كلها في موضوع واحد او رساله واحده ام لكن متنوعه؟ هو يعني الحين يعني لازم الفنان لما يشتغل معرض لازم تكون له فلسفه خاصه بالمعرض، على اساس الواحد اللي يدخل يفهم شنو مفهوم هالاعمال اللي موجوده عشان يعني يستوعب المساحات الملونه اللي حواليه. انا فكرتي هذه عن الكرسي اللي هو بدايتها شلون يعني انه خذيتها من لعبه الكراسي وتطورت الى انها وصلت الى الكرسي اللي احنا قاعدين نشوفه الحين انه ممكن يدمر اللي حوالينا عشان يظل هو ماسك هالكرسي. فهو لازم الواحد يكون انه عنده فكره ويتبلور الاعمال حواليها وينقل المتلقي بالمعرض من بالاعمال الى من البدايه الى نهايه. هل ضروري الفنان يكون عنده رساله يحب يوصلها دائما من خلال لوحاته؟ يعني هل لازم يشترط كل لوحه يكون وراءها قصه او رساله؟ هو يعني في اعمال تكون تجميليه. خلينا نتكلم عن في اعمال تكون مجرد لاضافه ديكور زياده. فهي تكون هي تعتبر يعني تعتمد على اللون وعلى التكنيك اللوني والتقنيات قدرات الفنان في التكوين المساحه هذه. لكن هو لازم الفنان اذا بيسوي عمل لازم يكون له راي. يعني لازم يكون هو رايه من خلال اعماله، شخصيته من خلال اعماله، فاحنا نعرف انه مثلا من الفنان الفلاني هو اهتماماته كذا، هو فكره كذا، هو نظرته بالقضايا كذا، فلازم ينقل وجهه نظره ورايه بالمحيط اللي هو يعيشه، لانه هو لازم يتفاعل مع المحيط ولا شلون يطلع لانه هو جزء من هذا. يعني اعمال الفنان لازم تكون تنتج من انك شلون تتفاعل مع محيطك. فهذه هي فلازم كلها راي فيها. استعدادك في لهذا المعرض استاذه سهيله اخذ منك كثر وقت؟ والله يعني تقريبا نقول 2-3 سنين حق هالمعرض. لانه هو تبتدي فكره صغيره ويبتدي عمل بسيط وتبتدي تتبلور وتبتدي تزيد وتبتدي بحث عليها وتبتدي
شغل وتغيرين بعض المرات اللوحة مثلا؟ في لوحات يعني كانت مفروض تكون بالمعرض وشلتيها قبل؟ لا لا لا، يعني هو لازم أنا أشتغل إن أنا هذه المجموعة كل ما يعني، وأنا أشتغل إن هذه المجموعة لهذا المعرض، فلازم أنتهي منها وأنا أكون راضية عنها عشان أخليها على جنب وأشتغل غيرها إضافة. بس هي إن بداية الفكرة والبحث حواليها والخامات اللي تساعدني والتجارب اللي أسويها على ما تعطيني يعني أعمال أقدر أقول هذا العدد كافي لأن أكون معرض. فطبعا تأخذ مني يعني تقريبا أخذت مني 3 سنين ما شاء الله. وكم لوحة أستاذة سهيلة موجودة في المعرض راح تكون؟ تقريبا 24 لوحة أقسام، يعني أعمالهم مقاساتهم مختلفة. عندي العمل جداري 5 أمتار مترين، وعندي عمل 30 ب40 و 50 ب50، يعني احجام مختلفه 120 ب120. فهو ساعات غير الفكره غير الخامه نفسها تحدد المساحات. يعني مثلا لما اشتغل في احبار مساحتها راح تكون اصغر من لما اشتغل في الوان اكريليك، لان المساحه اللون يعطيني الكلون يعطيني مساحه، لكن الاحبار ممكن تقيدني في مساحه معينه. فهو ساعات الخامه هي اللي تعطيني تقيد لي المساحات شويه. اصعب لوحه رسمتها الاستاذة سهيلة؟ اصعب، كل لوحات صعبين، الاصعب ان متى ارضى عنها. يعني ساعات اكو لوحات اسويها وتشوف بالنهايه احس انه مو هذا العمل، فممكن يلغي بالمره يعني ما ولا حد يشوفها. بس ما يعني هل تحتفظين فيهم يعني؟ يعني عندك لوحات اشتغل عليهم منهم؟ اشتغل عليهم شغل جديد يعني اساس خلاص ان هذه اللوحه سويتها ما مو نظرتي اللي انا ابيها تطلع فيها، فاغطيها واشتغل عليها شغله ثانيه لوحه ثانيه عشان تطلع وايد زين. يعني هذا السؤال اللي ودي اسالك اياه استاذه سهيله، هل ممكن الحاله النفسيه اللي يعيشها الفنان التشكيلي تاثر على لوحاته؟ في البعض يقول مثل ما كان الفنان وايد سعيد او وايد حزين يمكن تطلع معه اجمل اللوحات، صحيح؟ لا او ما يزبط. لا هو يعني تقدرين تفصلين يعني بين مشاعرك في اثناء الرسم او لازم تكون مشاعرك؟ لا ساعات طبعا هي تساعدك يعني الالوان وحركه الفرشه والجو اللي تقعدين فيه ساعدك انك اذا انت في حاله متضايقه ممكن يساعدك انك تطلعين في عمل قوي. فالحاله النفسيه يعني لها علاقه، لها علاقة بالشغل. يعني ساعات تقول أنا ما أكون مضايقة أروح أشتغل عشان ممكن يحط كل اللي فيه في اللوحة ويطلع شيء يعني جميل يعني جدا. ساعات ممكن في بعض فنانين يقول لما أنا أكون مثلا في عز هدوئي وعز فأقدر أشتغل، فهو كل واحد ومزاج الفنان وكل واحد والحالة اللي يحس أنه ممكن يعطي فيها. بس ما يمنع أن ساعات الحالة النفسية اللي تكونين فيها أو اللي يكون فيها الفنان ممكن يطلع لك شيء انت ما متصوره يطلع. تمام. يعني اذا تسمحي لي راح اسالك هذا السؤال استاذه سهيله، هل عندك طقوسك الخاصه قبل لا تبلشين الرسم؟ لا انا اهم شيء يكون ان انا يعني احب ارسم بالنهار، ما احب ارسم بالليل، من تغطي الشمس ما احب اشتغل. احب النهار الصبح، ابتدي من الصبح الى ما تغيب الشمس، هذه الفتره اللي انا احب اشتغل فيها. لازم يصير في جو موسيقى تخليني يعطيني مساحه للتحاور مع هالمساحه البيضاء اللي قاعد اشتغل عليها. يعني هذا اهم شيء، هدوء. هدوء، ما احب احد يطلع علي يقطع علي. أي. يعني احب لما اقعد اشتغل لا اتكلم، ما اكلم احد ولا احد يكلمني عشان اظل في هذا الجو اللي انا اشتغل فيه. يعني جميل، دائما معروف الفنان حاله خاصه يعتبر، لانه هو بطبيعته شخصيه مبدعه، فاكيد كل ما يعني زاد يمكن مثل ما تفضلت ثقافه الفنان واطباعه الخاصه اكيد هذا كله ينعكس على لوحاته. انا استمتعت، انا بالنسبه لي استمتعت في وجودك معي وانا والله معكم استاذه سهيله، يعني كل التوفيق لك في هذا المعرض. بس نذكر المشاهدين معرضك راح يبلش ان شاء الله من بكره الى 8:05 ان شاء الله. ان شاء الله لقاء ابو شهري من 9 صباحا الى 1 ظهرا، من 5 الى 9 مساء ان شاء الله. كل التوفيق لك، نتمنى لك يا رب. اشكركم على المقابله وعلى هالجو اللطيف منكم، واحنا تشرفتينا ونورتينا اكيد. كل الشكر لك والفنانه التشكيليه الاستاذه سهيله النيدي على تواجدها معنا. شكرا. حياك الله. مشاهدينا نطلع فاصل ونرجع.